إذا نعود إلى هذا القسم الثالث، وقته كتير قصير قد ما فينا. وفي أنسو بينقل عن الرئيس السوري خلال استقباله المشاركين بملتقى التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة يلي انعقد بدمشق ب 19 و20 الجاري، قوله أن لا رهان على الحل السياسي مع هذه المعارضة أمام الإرهاب، لا حل إلا بالمواجهة والنصر، الرهان الحقيقي على الحسم العسكري مع القوى الإرهابية وتعزيز منطق المصالحات السورية. هل الرئيس السوري يعيش في عالم آخر؟ يعني واضح أولا هو يقول لا حل مع هذه المعارضة وهو يتفاوض مع هذه المعارضة ويتحدث عن مصالحات سورية مع من؟ ووفده موجود في جنيف وسيذهب إلى 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 يعني إلى القسم الثاني من هذه المفاوضات في بعد أيام، يعني في نيسان، مع هذه المعارضة. طبعا يعني خطابه بموضوع لا حل إلى القتال والحرب. أولا القتال والحرب الذي تم تجريبه من خلال النظام السوري، من خلال التحرك الإيراني المباشر، من خلال الميليشيات التي كانت تابعة لإيران، كانت ستسقط هذا النظام، وبالتالي لم يعني يقف هذا النظام على قدمه إلا بالتدخل الروسي. نعم. علما أن هذا التدخل الروسي أيضا ليس تدخلا روسيا، هو تدخل دولي، لأنه كان في واضح تواطؤ وتحالف. عم ببين هالشيء اليوم يمكن من خلال محادثات لافروف كاري دكتور قواد، في تغطية كاملة يعني. طب بس يقول الرئيس السوري صياغات النظام وآلياته وشكله ومستقبله شؤون يقررها السوريون وحدهم، هل يعني ذلك رفض مسبق لكل ما سينتج عن جنيف وعن، يعني هو خطاب داخلي يكرر موجه الى الداخل، يكرر دائما طبعا. يعني كان في اجنده وفي تحرير خارطه الطريق للمفاوضات، دمشق اعلنت عن انتخابات قادمه، طبعا كان في موقف روسي موقف امريكي، نعم، هذا لا يحصل، لكن هناك موقف داخلي باننا نحن ما زلنا حكومه شرعيه ونعتمد على شرعيه الناس. احيانا انا اريد ان اتساءل وهل السوريين، يعني هل الشعب السوري هو من اختار النظام السوري، يعني حتى نقول انه الشعب السوري بامكانه ان يقول نريد هذا النظام او لا؟ ولم ينتخب بحياته بالشكل الديمقراطي الحر الذي باستطاعته ان يقول انه انا امثل، يعني هذا هي رسائل الى الداخل بقدر ما هي للخارج، نفس الشيء يعني مواقف داخليه، لا بامكان هذا الموقف ان يعني تصدر اشارات نحو المجتمع الدولي، لكن بالنهايه واضح جدا انه اساسا ما يحصل في سوريا حاليا ليس قرارا سوريا، لا نظام ولا معارضه. في فهم الحراك الكردي راهن، عنوان مقال لك بموقع العرب، تقول أن الجديد الذي طرأ على التجربة، تجربة الأكراد التاريخية، أنه بانتظار تبدل المزاج الدولي باتجاه دولة كردية مستقلة لا بأس من إنجاز أمر واقع بالقوة على ما حققه الأكراد بالعراق. يعني هذا المزاج موجود من زمان وجاء وليس بالجديد، أنه تكون استقلالية. يعني سايكس بيكو أعطى كل الناس الدول وحالم إلا الأكراد، حالم الأكراد من هذه الدولة. الأكراد طبعا كانوا يعتبروا، يعني كان في فريقين، فريق يعتبر انه له الحق في ان يكون له دوله قوميه، علما انه سايكس بيكو لم يعطي الناس دول قوميه، يعني اساسا سوريا ليست دوله قوميه، ولا العراق ولا لبنان، هو دول متعدده، وكانت على الانظمه السياسيه ان بامكانها ان يعني ان تنشئ دول عادله فيها حق كل العالم تلاقي حالها يكونوا موجودين فيها حالية. نعم، حضرتك بمقالك تحمل الوعي السياسي العربي انه كان عاجز عن او قاصر عن انتاج مشروع يجد فيه الاكراد حيزا رحبا، يعني يغنيه يغنيه مع يجب الاعتراف بالموضوع انه حاليا لماذا يذهب الكردي باتجاه التفتيش عن استقلاله عن دوله خاصه بالاكراد، اذا كان انت مشروعك في اي دوله لم يكن يتعامل مع هذا الكردي الا تعامل بصفته اجنبي وتعريبه وفرض اللغه العربيه عليه وعدم الاعتراف بلغته وثقافته يعني نحن عندنا ثراء في دولنا اننا تعدديون ومتعددو الثقافات واللغات وكل ذلك، اردنا يعني ان نغتال كل ذلك، ان نعدم كل ذلك بما يعني باوصاف الايديولوجيا والعروبي والشيء الوطني. طبعا حاليا لا، في حالي موجوده، اعتقد انه الاكراد على الاقل في العراق ادركوا هذه الحاله بذكاء، لم يعادوا تركيا، بل اعتبروا تركيا هي جزء من امن استراتيجي، فتحوا العلاقات الاستراتيجية الأمنية، وأصبح الاعتراف بهذا النموذج الكردي في العراق اعتراف دولي، أصبح يعامل مسعود بارزاني بصفته رئيس دولة، هناك عقود تسلح مباشرة ما بين إقليم كردستان وطبعا عقود نفطية والعالم، مما أثار غيرة بغداد ومما أثار حفيظة بغداد في هذا الشأن. لكن
في موضوع الأكراد في سوريا حاليا هو برعاية حزب الاتحاد الديمقراطي هو اللي تركيا غير راضية. دكتور كواس هل ستبقى مكتوفة الأيدي؟ لأنه هذا الحزب هو الحزب هو من امتدادات حزب العمال الكردستاني في قيادة عبدالله أوجلان الذي يعني يمثل تناقض رهيب في تركيا. تركيا ليس لها مشكلة مباشرة مع كيان فيدرالي كردي، والدليل العلاقات الموجودة في العراق. المشكلة مع نوعية هذا الكيان اللي ممكن يكون عداء وممكن يكون أن 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 يوحي بأفكار الأكراد التركية. طب ممكن تكون هذه الحالة أو هذا الحراك هو كيف بتقولها بالهند أو ما سيكون عليه الأمر في سوريا فيما بعد؟ يعني كيانات هو ما صغيرة. يعني ما أثار قلق الجميع هو التصريح الشهير لنائب وزير الخارجية الروسي الخارج عن أي سياق الذي حق يعني تكلم أنه نحن يعني لا مانع لدينا بإنشاء فيدرالية إذا ما أراد السوريين ذلك. شوف الكلمة التي تكرر منذ قليل، بشار الأسد يقول أن السوريون يريدون ويقررون، والروسي يقول أيضا يقرر، علما أيضا أنه لا نظام بشار الأسد ولا المعارضة السورية عرضت بأي ورقة أي حالة من حالة الفيدرالية أو التقسيم. طبعا حتى نعرف التواطؤ الروسي الأمريكي أكثر، أنه يأتي بعد أيام جون كيري وزير خارجية ويتحدث ليس فقط عن الفيدرالية، يتحدث عن إمكانية التقسيم، وبالتالي يوحي للجميع. لكن أنا يعني من وجهة نظري أنه عندما يبدأ الكلام بالفيدرالية والتقسيم هذا يعني أن ليس هناك اتفاق، هناك أوراق تطرح على الطاولة بإمكان مناقشتها. السؤال الأخير، ما بقى معنا أقل من دقيقة. راغدة درغام كتبت اليوم بالحياة عن الإرهاب المقرف الذي أصاب بروكسل، وتعتبر أن المسؤولية العربية عما آلت إليه الأمور لا تقل عن الأمريكية أو الأوروبية، لأن هذه الآفة المسماة داعش ستنال من الطمأنينة لأجيال آتية، لأنه إرهاب موجه بالدرجة الأولى ضد الطموحات العربية للالتحاق بركب الحدث. تعليق أخير على الإرهاب يا لطالب. تعليق أخير أنه أنا حاليا لم أرى أنه التدبير الدولي لمكافحة داعش هو تدبير جدي. حتى الآن هناك تدبيرات تقنية من خلال غارات وكل ذلك، ليس هناك أي تدبير جدي، بمعنى أهل المنطقة يجب أن يكونوا مشاركين في هذا التدبير. والكلام العسكري حاليا في أوروبا والولايات المتحدة عن ضرورة التدخل البري أراه أصبح عاجلا بعد العمليات اللي حصلت في بروكسل، وأعتقد أنه خيارات التدخل البري اللي أعربت المملكة العربية السعودية وتركيا عن جهوزية لهذا الشكل، زائد وجود تحالف إسلامي في هذا الشأن، بإمكانه أن يكون مقدمة لما قد نراه في الأشهر المقبلة. الكاتب والصحافي دكتور محمد قواس، أهلا وسهلا بك. وقتنا اليوم انتهى، على أمل أن نستضيفك كل ما أتيت إلى لبنان. شكرا جزيلا، شكرا للمشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.